إذا بدي أجتهد بقول يعني هذه ليست الطلقة الأخيرة في مسدس الطلقة الحالية. مسدس ولا رشاش؟ هناك يعني تركوا هامش للمناورة ويمكن، لكن في إطار يعني ثلاث أصوات إحنا مش فيها، أنا ضد. الآن المطروح في المجلس صوت أو صوتين. القائمة الوطنية بالطريقة المطروحة فيها في معارضة كبيرة داخل المجلس لها، لأنه ما حد له مصلحة من الأحزاب داخل المجلس. لذلك في اتجاهات إنه كسر هذه الحلقة، بس العين على عليكم، يعني مش راح تنبعد عليكم. مش فوبيا، في صراع سياسي، في صراع سياسي طبقي اجتماعي قائم. أنا مش مهمتي إنه يعني أسهل للقانون، القانون مثلا يعطي التيار العشائري مثلا أو التيار الفلاني، أنا كمان بدي أحسن من الكعكة كتيار ديمقراطي، وبدي أنافس وبدي أشتغل على القانون. ما حد يحكي لي أخلاقيات، عاد يحكي لي الأخلاقيات، حطوا لي الأخلاقيات ببيوتكم، أنتم بتحكوا بسياسة وبقانون الانتخاب. قانون الانتخاب هو قانون مصالح، مصالح سياسية، مصالح طبقية، مصالح اجتماعية، ما عاد يحكي أخلاق. مع هذا بدي أختم حتى تكون مفيد للمتغربين. أنا بقول لم يغلق باب الحوار بعد. يمكن لنا كقوى سياسية، ما تقول لي جبهة الإصلاح موجودة وبتمثل، جبهة الإصلاح لون واحد وبتمثل فريق واحد. ما تقول لي إنه هذا الاقتراح بيحظى بتعابير مختلفة، هذه التعابير كلها لون واحد. في قوى اجتماعية عديدة موجودة بالساحة حتى في إطار اليسار وفي إطار التيار الديمقراطي. أنا أدعو إلى حوار بيني بين الأحزاب والاتجاهات السياسية لنصل إلى صيغ نحرج فيها الحكومة ومجلس. دكتور محمد.